لو الحكاية فيها إن فيتو نتكلم عن التربية المنزلية للدواجن، هي بتأثر على السوق وإيه نصائح حضرتك للمواطن؟ يعني أنا عاوز أقول مش التربية المنزلية، عايز أقول التربية الريفية. التربية الريفية اللي هي التربية الغير منتظمة غير التربية التجارية. التربية التجارية اللي بنتكلم عليها اللي هي المنتظمة وأعداد كبيرة والكلام ده كله. التربية الريفية لها دور إيجابي في المجتمع، وإحنا عندنا عائلات معيلة تستطيع أن تعيش من هذه التربية. وبناء على هذا الكلام إحنا بنقول حاجة، لما إحنا بنتكلم على التربية الريفية بنقول إن في اشتراطات في التربية. يمكن ظهرت آثار التربية الريفية في شهر رمضان الماضي لما ارتفعت أسعار الدواجن الكتكوت ب 12 جنيه ونص، كان في بعض الناس خدت كميات كبيره للتربيه الريفيه. لكن انا بقول انت عايز تربي، انا ما عنديش معنى ربي، لكن حينما تقوم بالتربيه يجب ان تكون اخر المنزل، خلينا بالدار، بلاش الدار بتاعتي في الفلاحين، اخر الدار في حجره معزوله عن مرور الافراد وعن الاطفال، تكون متعقمه بسيط جدا بالكلور بالجير بالكلام ده، حاجات بسيطه جدا. انا بتكلم على البساطه، تمام؟ ونقدر من خلال الكلام ده كله نحط النوع الواحد في المكان الواحد في العمر الواحد. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش احط بط مع فراخ مع حمام مع وز مع ارانب، لا، انا بحط النوع الواحد، يعني احط الفراخ البلدي كلها في عمر واحد في مكان واحد بس، وراعيها بقى شهر مطهره، مفيش اولاد يروحوا جنبهم، مفيش دخول عليهم، حد بس بيتابعهم ويراعيهم. ده ببساطه شديده جدا تقدر ان التربيه الريفيه لها دور ايجابي، واحنا بننادي ان يرجع الريف المصري مره اخرى منتج بدل ما هو مستهلك. اذا استطعنا ان احنا نرجع الريف المصري ليكون منتج، انا بقول لك ان احنا عندنا طفره، والكلام ده احنا كنا بننادي بيه، وان احنا عايزين نعمل الكره المنتجه، ان احنا نعمل كره منتجه في منتج واحد. يعني انا عندي مجموعه من القرى، اخلي القريه دي بتنتج روب، القريه دي بتنتج فراخ بيضة، القريه دي بتنتج بط، القريه دي بتنتج مثلا فراخ بلدي، وهكذا. القريه دي للارانب. لو حصل الكلام ده، القرى المتخصصه مع رعايه الدوله لها ومباشرتها من خلال المحليات او من الجمعيات الزراعيه المتواجده داخل القريه، انا بقول لك هتعمل طفره كبيره جدا، هيعود الريف المصري الى منتج، هنستطيع ان احنا نوفر الاحتياجات بتاعتنا. القريه الست اللي بتربي اي فضلات داخل البيت بتحطها، فهتقلل تكلفه الانتاج، تعمل توازن في السوق، وده اللي احنا بنسعى اليه المرحله القادمه. بس ما فيش حد برضه دكتور مسؤول عن التوعيه، ولا في نوع من التوعيه؟ والله احنا اتكلمنا يعني فيها، حد ينزل المصريين اتكلمنا وقلنا ان احنا الارشاد الارشاد هينزل معانا على القرى، ونتكلم مع الناس. ربما بعض الناس بتتخوف، لكن احنا عايزين نعمل وضع معين. بس احنا قلنا ان احنا كمجتمع مدني بنقول، لكن عايزين الدوله تساعدنا. يعني ما اجي اقول والله انا عايز اعمل تنميه في بني سويف، او عايز اعمل تنميه في الفيوم، او عايز اعمل تنميه في المنيا، او عايز اعمل في اي قرى الصعيد. الصعيد هو الاكثر فقرا، وبناء عليه احنا بنستهدف الصعيد في المقام الاول. فالمفروض ان انا لما اقول يا محافظ سين، احنا عاوزين نشوف قريه صغيره على قدنا كده، يعني هي قريه او عزبه. العزبه دي 100 بيت، نروح نقعد معاهم، نعمل تجربه، نعمل يوم توعيه، ارشاد، ايه اللي عندكم بتبيعوه؟ ايه اللي موجود عندكم في بيتكم دلوقتي؟ والله معايا اكيد هناخد كل اللي عندك، هناخده، هنفضي البيوت نهائيا، هنشتريها، ندفع فلوس، يعني احنا هندفع فلوس في الموضوع ده. وبعد كده نقول طب انتوا عايزين نخليكوا قد الدار بتاعتك، عاوزين حجره في اخر الدار بعيده عن الحركه الخاصه بالافراد، بعيده عن الاولاد، دي هتبقى ديت المكان المخصص لتربيه سين من اللي احنا عايزين نستهدف بيها القريه دي او العزبه دي. واحنا عندنا استعداد ان احنا نجيب لكم المنتج اللي احنا عايزين نشتغل فيه بسعر تنافسي، على ان تدخل في هذا السياق مثلا الصندوق الاجتماعي، بنك زراعي للتنميه، بحيث ان هو يمول بقروض بسيطه جدا على فتره زمنيه. نعمل نبتدي القريه ننجح القريه، نموذج بقى يتم الاحتزاء به ويطبق في جميع القرى بهذا الشكل. اذا احنا عايزين الكلام ده ينجح ويبقى كويس جدا، العالم كله بيعمل قرى منتجه زي المناطق الصناعيه المتخصصه. احنا للاسف الشديد المصريين عندنا بنتفرج عليها، لبن، طبر هندي، ما اعرفش، كلها على بعضها.
يعني المواد الغذائيه مع مش عارف البتروكيماويات مع الحديد مع الصام مع مش عارف ايه دول المنطقه الصناعيه ده كلام ماشي. بس دلوقتي بدات تحصل يعني فيها نوع من التخصص شويه يعني مدينه الادوات المنزليه مدينه دوائيه مدينه السيارات بتاعتي برضه الحاجات دي برضه بتحصل بشكل يعني مش بيش 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 انا معاك اتعملت اكتر في خطوات يا فندم ماشي انا ما بسالك اتعملت انا بقول لحضرتك في خطوات في تنفيذها في استثمارات باشا روح بص على الدول اللي احنا زرناها اتفرج على الدول دول محترمه بتفكر كويس قوي لمليون سنه قدام احنا للاسف شديد لما بنفكر تحت رجلينا حتى لما احنا قلنا احنا عاوزين جهاز لاداره الازمات الكلام ده قلنا من 2006 اداره الازمه ده مهم جدا وبتبان اهميته من ايه بقى يعني انا النهارده بختلق ازمه متوقع انا عندي ازمه متوقعه ان انا خلي بالكم يا جماعه احنا في الصيف دلوقتي في الشتاء الامراض الوبائيه بتنتشر وبيحصل عندي 1 2 3 4 احنا في الصيف ايه اللي نعمله نعمل توعيه عشان المربين نقول لهم الخطوات الايجابيه ان انت ازاي تحافظ على المكان بتاعك الامن الحيوي التحصينات تجيبها منين احنا اي مشكله تحصل عندك اعمل 1 2 3 4 جهزتك من فصل الصيف للشتاء ده فايده الايه الجهاز اللي احنا بنعمله الخاص بالايه خاص بيها من اداره الازمه اداره الازمه يبقى احنا عندنا اداره الازمه بنعمل الكلام ده كله وبنتحرك في هذا الاطار اطار خطه عامه للدوله لما تيجي عندي ازمه انا مستعد لكن انا ما مفوجئش ان انا عندي ازمه اجي اعمل الازمه ابتدي اتحرك احلها 100% بس بعد ما تفاقمت الازمه خلاص غلط وضعها ولا لها لازمه في فرق ان انا بستعد قبل الازمه حتى لو انا بقى في انجازاتي وانا مستعد لها بعمل تحركات ايجابيه اول ما بتيجي بحل 60% 20 30 خصم هقدر عليه يبقى الخسائر بسيطه اما انا لما تيجي ازمه ابتدي اتحرك هتتفاقم الازمه وكل سنه وانت طيب حتى لو حليتها 100% بعد ما جت عندي كل سنه خسرت خلاص اهم زي تكلفه الانتاج المحلي المرتفعه دي برضه بتدي فرصه اللي هو يعني الدواجن المستورده ان هي تكون موجوده ولا احنا حجم انتاجنا المحلي مناسب وكويس؟ حجم انتاجنا المحلي انا بقول ان هو يعتبر كويس جدا ويمكن ده في حد سالني سؤال ان في اتفاقيه مع البرازيل مش عارف اسمها اتفاقيه ايه مش فاكر انا ودي هتمنع التعريفه الجمركيه فانا قلت الكلام ده انا مش موافق عليه الا في خلال الازمه او يا اما انت عايز تعمل الكلام ده انا وافق عليه لو انا قلت انا بستورد 80,000 طن هم بس فقط لا غير اللي هم الفجوه حجم الفجوه انا بستورد تقريبا متوسطه من 1000 طن في السنه دول بيمثلوا استهلاكي شهر و10 ايام فمش مشكله بالنسبه لي احدد اللي انا دخله جوه البلد واشيل منه التعريفه الجمركيه ما دون ذلك اسكت بالتعريفه الجمركيه يا اما امنع الاستيراد امنع الاستيراد انا عندي اهو قلت ان انا عندي حجم الفجوه 80,000 طن استورده واللي يستورده مين؟ مين؟ الجهات الرسميه المعنيه بالتعامل مع افراد الشعب. يعني الشركه القابضه للصناعات الغذائيه. عندها فرحها في كل الجمهوريه، عندها 1500 2000 فرع الله اعلم، يبقى انا ديت اللي تجيب وتنشرهم فين؟ في الفروع بتاعتي. ما اخليش عبد العزيز السيد ما انا تاكل. هو انا ليه رفضت ال 30% اللي ما تتشالش؟ رغم ان انا كنت هستفاد. يعني النهارده ما انا تاكل، اروح استورد كل شهر كونتينر بدون تعريفه جمركيه كمان واكسب جنيه بس هكسب 25,000 جنيه كل شهر في بيتنا ومش عارف هجيب الكونتينر وابيعه واكسب جنيه مش هشتغل خالص ومبسوط 24 ايراد وعايش زي الفل صح؟ لكن انا رفضت عشان خوفا على الصناعه الوطنيه انا طالما انا بحب البلد طالما انا عاوز اقتصادها ينتعش طالما انا خايف على العاملين في اي صناعه في مصر يبقى انا لازم يكون ده رايي انا وده موقفي في اي حال من الاحوال حتى لو بيعارض مين؟ حتى لو عارض اكبر راس في البلد انا وطن انا بخاف على بلدي وبناء عليه انا عارض وقلت ان رئيس الوزراء اخطا في اتخاذ هذا القرار قلت علنا على التلفزيون والناس كلها سمعت الكلام ده اخطا في اتخاذ هذا القرار لان كان الاحرى بي اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويتم النخشه على ارض الواقع اه ولا لا دي نمره واحد نمره اثنين شكرت رئيس الوزراء حينما رجع في القرار وقلت ده يعني شيء يحمد ونضربه تعظيم سلام طبعا ويحسب له فانا النهارده انا كمواطن شريف يجب اقول الحق ده حق والباطل ده باطل ده المفروض يحصل تمام دي طب وفي الدواجن في قصدي في البيض يعني في كرتونه البيض انا يمكن البيض لا حجم انتاجنا انا عايز اقول لك الاول احنا بننتج انتاجنا كويس احنا تقريبا بننتج 800 مليون
طائر ابيض فقط، لا غير، خلي بالك يا جماعه، ابيض بس 800 مليون في السنه، وده يعتبر انتاج جيد. لكن انا لو حسب 800 مليون، لو انا قلت ان انا 100 مليون فرد، يعني كل واحد كده بياخد 8 كيلو، لكن انا عندي الابيض وعندي البلدي وعندي الامهات وعندي الرومي وعندي الارانب وعندي الحمام وعندي السمان، كل دي طيور دجنه ودي بتتاكل ودي بتحسب المواطن بياكلها. لو جمعت كل الكلام ده، انا رايي نصيب الفرد في مصر يصل الى 14750، يعني 14 ونص 15 كيلو من كل الطيور الدجنه سنويا. سنويا ده والبط كمان ما قلناش ده الكلام ده كله. فالدجنه انا اعتبر انتاجي يعتبر مش وحش، كويس. انتاج البيض لما وصل للبيض 38 ونص 39، انا كنت طبعا قاعد في حيز بيض زي ما بيقولوا الناس كلها، عماله تقول ده كلام فاضي مش عارف ايه وازاي وي وي، والمواطن والبيض وصل 50 جنيه في الاماكن، وقلت لابد تتدخل الدوله في وضع اليه محدده لانضباط سعر البيض. البيض النهارده رغم ان انا بنتج كويس قوي، انا بنتج 8.9 مليار، 9 مليار بيضه سنويا، ده انتاج يعتبر ممتاز. فالنهارده لما يوصل البيض بالشكل ده، قعدنا نقول طب ايه الاسباب؟ ايه الاسباب التي ادت الى ارتفاع البيض؟ قعدت مع الناس، بعض الناس قالت اصل النهارده البيض بقى اغلبيته في ايد الكبار، هم عايزين يثبتوا السعر. دي ناس. ناس ثانيه قالت لا، القضيه مش كده، القضيه ان انا بقى دني اشتغل 5 أشهر ونص بدفع، مفيش ليا ريع، مفيش ليا عائد، وبناء على انا في مخاطر في الست اشهر دول. انا النهارده البيض سعره مثلا 20 جنيه او 30 40 جنيه، بكره بقى 20 جنيه، وانا صارف 30 جنيه، فانا بخسر. حصل عندي مرض وبائي، مات القطيع، انا رحت ورا الشمس. فده اللي الناس قالوا، ده الراي اللي اتقالوا. لكن في كل الاحوال انا من المفترض ان البيض يكون اقل من كده، اقل من 39 جنيه. البيض النهارده 34 جنيه ونص، ده يعتبر خسر 4 جنيه ونص. البيض النهارده بيتباع ب 39 اقصى حد، ما حدش جيب اكتر من كده. انا جبته ب 37 امبارح، انا شريك 37، انا مع حاجه ما اعرفوش، انا رحت لواحد خدته من 37. فالبيض النهارده المفروض سعره اقصى حد 39 جنيه لاي واحد. ما حدش بقى يقول لي اصل رحت جبت واحد حسبه لي ب 175 قرش، ماليش دعوه انت جبت بيضه، روح جيب بالكرتونه، يقول لك انا مش قادر اجيب كرتونه، ولا لو عارف كنت جبت. ما خليني اتكلم بصراحه. الوضع الاقتصادي للمجتمع المصري متدني للغايه، والحاجات غليت وما زلت، ولن اتنازل عن ان السبب الرئيسي في ارتفاع الغالبيه العظمى من السنه هو تعويم الجنيه المصري. ما فيش انا ما لو حتى ايه انا مش هتنازل عن هذا الكلام لسبب واحد. اقول لك النهارده لو كنت بجيب الدوله ب 1680 1800، النهارده الدوله ب 3700 او 3600، ادي 100%. الصويا نفس القصه، انا كنت بعمل مش عارف ايه غير 100%، يعني خلاص ما هو ده السبب، لانك انت عودت الجنيه يا سيدي. الطيران اسعار الدواجن بنسبه قد ايه؟ في الدواجن حركها بنسبه قد ايه؟ انا هقول لحضرتك، يمكن كانت الدواجن ب 11 جنيه و 12 جنيه و 13 جنيه قبل التعويم. قبل التعويم، التعويم كان في السنه كام؟ السنه اللي فاتت؟ 2016. كان 2016 شهر 11؟ شهر 11. شهر 11. الفراخ كانت ارتفعت او كانت وصلت الى 17 جنيه، بعد التعويم وصلت 30 جنيه اللي هي في رمضان. وصلت 30 جنيه في رمضان، صح كده؟ بدأ بعد رمضان بدأت في انخفاضات، لأن في فترة اسمها النقطة الميتة في صناعة الدواجن، اللي هي ما بين العيد الفطر وعيد الأضحى. أو كبير، كل مستعد للحوم. فلا بدأت تنخفض الدواجن، وصلت إلى 22 21 20، ثم ارتفعت مرة ثانية 21 23، بدأت ثم بعد العيد مباشرة خلاص الناس ماتت. ماتت ليه؟ زي ما قلت لحضرتك الناس الدراسة واللي حصل والكلام ده كله طبعا عمل لنا مشاكل. فده اللي انا بتكلم عليه. فقصه يعني مشكله كبيره جدا بالنسبه للمجتمع المصري في الفلوس، الدخل بتاعه. كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في موضوع ان السوق المصري بيتاثر بالاسواق العالميه. يعني دلوقتي في مشكله في السوق البولندي بسبب رش ماده اسمها الفورمالين في الاعلاف بتسيب الدجاج الامهات. بس الفورمالين ده تطهير مش لا، ما هو كانوا بيقولوا ان
المادة دي صادت الدجاج الأمهات أو الفراخ البياضة بالتسمم، وأدى ده إلى سرطانة يعني سرطانة الويب. لا أنا عايز حد يقول لي حاجة يعني مثلا تيجي من الـ OIE من منظمة الصحة العالمية، حد يديني كلام يبقى أنا مش أي حد، أنا ممكن أطلع بكرة الصبح أكتب على النت كلام وأقول وي وي كلام أي ما ينفعش. أنا بقول بالنسبة للكلام ده إن إحنا موضوع الفورمالين والكلام ده كله ما أنا بتهيألي أنا ما بسمعش عنه، عشان ما من قال الأعنف قد أفتى. فأنا القصة دي أنا ما أعرفش فيها، لكن أنا بقول لك إن أنا ما فيش تطهير أثناء الدورة الإنتاجية، ما فيش اثناء الدوره الانتاجيه مش تطهير نهائيا. بعد انتهاء الدوره الانتاجيه بيتم التطهير بكل الاماكن ومظبط الدنيا، وحتى لو كان في ماده يعني بتعمل مشاكل بسيب العنبر لمده 3 ايام للتهويه عشان اي روائح اي بتبقى خلاص بطاطا طايق ما عنديش حاجه. لكن انا قضيتي الاساسيه ان انا اقضي على اذا كان في فيروسات، اذا كان في مش عارف ايه، اذا كان في ميكروبات بتقضي عليها داخل العنبر فقط، لكن غير كده انا بتكلم وانا معاك. لان خلي بالك عندهم تقنيه اعلى مننا كتير جدا، عندهم ملأ كلها كلوز وي وي والاخر. لكن الكلام ده جه من مين؟ ما اعرفش. هل جهه رسميه نشرت هذا الكلام؟ الاو اي قالت الكلام ده كله؟ ولا حاجه احنا عندنا حصل ناس نشرت كلام وعالميا زي الاطراف كلام مش مظبوط؟ كلام عندنا واتنشر واتقال وهيصه ومهرجان وبعد كده قلنا كلام مش مظبوط. فانا القضيه المنظمات الخاصه بهذا الامر يجب يكون جاي بيان رسمي من عندها. زي ما انا اقول النهارده والله احنا انا عندي اللسان الازرق في مثلا اوكرانيا في فرنسا، وبناء على الكلام ده انا بتحرك منظمه الصحه العالميه وقال لي بتحط على الموقع بتاعها خلي بالكم دي، وبناء على انا لما اقول اروح انا عايز استورد من حته ولا لا الموضوع ده مقفول. احنا مش بنستورد من السوق الهولندي؟ لا خالص. نعم مفيش بنستورد جدود. بص احنا بنستورد الجدود من اوروبا بصفه عامه، الجدود من اوروبا وامريكا، الجدود الاصول اللي هو الكتكوت عامل عليه.